السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله هذا الوجه. يا جماعة الخير، أحمد هو دو الفلة. نعم. كم غرفة؟ نعم. هو دو البلوت؟ يلا. هو دو الطبخ؟ كل حال. هو دو السفر؟ كل حال. فلذلك الآن بنختبر صداقتنا. مين اللي بيسألنا؟ ونو؟ اسمع عشان نخلي فيها حاجة. شوف أنا المقصر. اللي يغلط بثلاث أشياء. منو؟ يتعاقب من الثاني. عقاب. لا. عقاب. تبون مقطع؟ إيه. لا أنا أقولك. الخسران كويس، الخسران بيصير الفايز يتحكم فيه لمدة يوم كامل. كم عدد اخوان رايد؟ لا تدخل عميق. على طول مرة كثير. يو صوت والله كثير. اتوقع فوق 11 15 اتوقع. اوه اخوان 15. والله انه صعب مرة صعب. سألت سؤال حلو معزلنا صح؟ ايه. كم عدد اخوانك؟ ايه راح فوق 11 شخص. كم قلت؟ والله اني قايل 11 بالبدايه. اول خيار قلت 11. والله جبت تعطيك ليش بس؟ اي قلت يمكن جابوا زياده في الايام اللي فاتت. لا خطا. اي خطا. لا رايد والله السؤال مره صعب. كيف احددهم كلهم؟ اي شهر ميلادي ان ولد احمد؟ سبع والله انا من سبع. قلت له في اي شهر ميلادي ان ولد احمد؟ شوف وين راح. انا ما اعرف. اي انا ما اعرف. لا ما تسوي. انا اعرف. اي اعرف انا. شهر ميلادي؟ اي شهر ميلادي؟ شهر واحد. والله؟ اي ايش كم قلت انت؟ طيب لازم تعرف على بعض. انت شو اسمك؟ انا اسمي احمد الثاني. تعطيني الاسم الرباعي الرايد. اوكي رايد مشواح العبد الشمري. عاد احط خيارين؟ لا واحد خلاص. على ثامر. ايه سالت عن اسمك الرباعي. حلو. واللي نهايته الشمري، هذا كلنا نعرف. ممتاز. ايه واللي بدايته رايد. بقى اثنين. رايد مشواح ثامر. والله شفت الرعب. انا جاب الرعب. اذكره صعب. ضم لعبه لعبها احمد بحياته. كود كم مدمن. ليش؟ لان كود يعني صارت بذهنه من يوم انه صغير. قلت وش افضل لعبه لعبها احمد بحياته؟ فورتنايت. هو قال ايش يسمونه؟ احمد اكثر. لا اللعبه اللي تحبها مره وانت صغير بابا ويكسر صوت. كود. كلهم ثنتين. لاعب يصير. احسب الان. لا في حياتك. حياتك كامله. والله ما ركزت على السؤال. طيب حياتي كود. صح. الحمد لله. ايوه صح. حياتك صح. هو صغير يا اخي. متعتك وانت تلعب وانت صغير غير الحين. وش اكثر شيء يكره رايد؟ لكن وين؟ وقت الاكل. وقت الاكل. في حاجتين. واحدة منها في اللي من الناس وفي اللي بالاكل. ايش تبغى؟ لا اللي يعني من الناس. من الناس ايه صوت المضغ، صوت الطعام اللي هذا ايه؟ واللي طلع صوت في الاكل كذا هذه لدرجه انه يشغل مقاطع وقت ما احنا مجتمعين عشان ما يصير صوت الاكل بس. يا ساتر. واذا تبغى حاجه بالاكل ما يحبها رايد الحار، ما ياكل حار عنده قولون. اي ممتاز ممتاز ممتاز. هذه مستحيل مستحيل مستحيل. يكره رايد لكن في وقت الاكل اللي يطلع صوت ما اسوي. اللي يطلع صوت عندي هذا انجن. انا انحول اموت والله. وش تسوي اذا واحد صار اشغل المقطع على طول. على طول اشغل المقطع انحول اسوي شيء غريب. اسوي انا واكل. لا الواحد يطلع صوت الله يستر عليه. طيب وفي الاكل نفسه وش اللي تكرهه؟ اللي اكره الحار. اجابه والله مضغتين على ذي. والله الحار ما اكله ابد. شوف السؤال وش اكثر شيء ينرفز احمد وقت التصوير؟ اللي يترول او انه يزحف مقاطع او يتاخر على مقطع. يعني احمد بيصور مقطع اي واحد يتاخر عليه ولا ما يكون مواظب او الوقت. عطني واحدة. هذه 100% اللي سويته احمد. اذا خربت شيء ولا سويت شيء تصوير احمد ينجن ينحول. وقت التصوير اكون انا بحاط وقت من يومي وجامع العيال مثلا ومعي ناس وابغى وقت ما ينضغط الريكورد الوضع يكون جدي، فالقى اثنين يسولفون مع بعض. ولا اتكلم واقول يلا صبر ويشطحون ولا اللي قاعد على جواله ولا اللي مو متفق معاه ويسولف مع الجنب. انا انحول اموت. يس حلو. انا قلت اللي يقرب وقت تصويره. حلو ممتاز. اي احد يقرب يلا. ابي هالمره شيئين. ليه؟ ابي شيئين. نقطتين. لا ابي شيئين. والله نقطتين. ابي شيئين. اسمعني ابي شيئين. وش الشيئين اللي تغير نفسيه رايد؟ اذا نزل المقطع تفاعله حلو او اذا صور المقطع وخلص شغله. يعني حاب يصور مقاطع شيء بالمقاطع. تمام ممتاز. عندك شيء ثاني الاكل طبيعي اذا خلاص اكل وروق. انا اقول بس على ذي الاكل حلو. والشيء الثاني اذا مقطع داز مثلا ولا نصور مقطع وخلص بالتر. حلو ممتاز 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 ممتاز. هذه مره ممتاز. ايه وش اكثر شيئين اذا صارت معك تغير نفسيتك للافضل؟ تنبسط كذا. تنبسط خلاص. صارت اشياء. اذا صارت اذا صارت اشياء إيه؟
استانس. اي وش الاشياء اللي تغير نفسيتك كذا؟ تغير نفسيتك صفر. وهذا شيء عند الكل، نبغى حاجه خاصه. ركز. ايه طيب هذه صفر، في واحد منها صفر، فيه اذا دخلت وضرب مقطعي، اذا ضرب مقطعي وين نفس الحين. طيب معليش بس ولكن وش وضعه؟ ايوه ولكن الاكل. طيب اسمعني لا جاء الاكل اكد اركب. لا حد يسافر لا بس هو شف هو قال السفر. السفر عند الكل، مين ما يحب السفر؟ انا ما احب السفر نصاب ورب عزه اللي كذاب. وش اكثر صفه يتميز فيها احمد؟ اكثر صفه الشغل شغيل ما شاء الله تبارك الله. هذه صفه ما في واحد اثنين ما يختلف فيها اثنين ابدا. وش اكثر صفه تميز فيها وقت الشغل؟ في اشياء كثيره بس وقت الشغل انا عندي. ياس قلتها. ايه والله ايوه قلت احمد وقت الشغل سيده ما يميني تمام سيده. والله وقت الشغل ما عنده اخوي تطق عليه الباب مو بنايم مو بمشغول ولا شيء. لا مو بنايم ما يكلم ولا شيء شغل في شغل ما يرد عليه. وش الشيء اللي تسويه وقت السفر يخلي رايد عصبي مره؟ اللي ينام طول اليوم بالغرفه يعني خلاص يجي يسهر مثلا وينام ويصحى متاخر مثلا رايد دائما يقوم بدري بالسفر. ايه هو ينام وبس يفكر براحته ويترك الجدول ويروح عليه اليوم ويجلس بالغرفه ويسحب يعني على الجداول. اسلم. وش اكثر شيء يخليك تعصب وقت السفر؟ تعصب تنرفز يمكن يخليك ما تسافر مع الشخص هذا مره ثانيه. انا رجال وانسان احب جدول اللي ينام كثير. يا الله نفسي جابتي اللي ينام كثير بس سفر. هذا مدني ما مستحيل اسافر معه. اسافر معه مره صح شفته ينام كثير وصحي وما يقوم ويروح نص جدولنا ننتظره يقوم ما اسافر معه بعدين. مين عدو احمد اللدود صفه؟ يعني السؤال صعب، السؤال فيه اشياء كثيره يعني. المتخاذل هذا احمد ميدني والبارد يجيك بين. ايوه هذا ايه اقول شيء هذا ممكن ابكي يا احمد خليه يبكي دم. يلا والله العظيم شفتوا ماما هذا هو والله هذا هو يعني. وش الصفه البارد اللي وش زي هذا؟ وش الصفه سنه يقول السؤال ليه؟ وش السؤال هم؟ وش السؤال؟ جاوب والله جاوب بس انت صرت والله جاوب بس وش الصفه اللي تكون في شخص هذه الصفة عدوها لأحمد؟ يعني ما ادري ليه يا بارد؟ البارد بالذات وقت الشغل انا انحي ولا ممكن اموت. كلها اللي يشتغل البارد هنا ولا هذه انت هذا بدر اذا جاي يقول سالفه تحسنها عند بدر خاصه يبلع اطفال 10 مرات. حلل لي شخصيه رايد. رايد اجتماعي، انسان يحب يخدم الجميع، متدين، يفصل بين جدول المزح، إذا زعل أو إذا عصب أو نفس ما يروح يضايق أحد، يحبس نفسه يزعل مع نفسه ما يكلم أحد وقتها لأنه يكون مرة بمود أو وقت مو بمزاج أحد. يحب السفر لحل وش شيء كثير قد ما قصرت ثمان أشياء يعني. خلاص إيه هذه قصة. هي قصة قلت لأحمد حل لي رايد شخصية رايد اجتماعي. إيه ركز هذه أول نقطة قالها أحمد بالضبط قلتها اجتماعي مرة. أحب الجمعات أحب الجلسات كذا معي يلا إيه تداول إيه أوكي أحب جدول نفس الشيء أحب أسافر أسافر هذه مرة بعد إذا جتني العنزة أيوة إذا جتني العنزة أطلع ليش ما أحب أحد يشوف وجهي الثاني ممتاز وجهي وأنا معصب ما أحب أحد يشوفه ما أرضى إن أحد يشوف وجهي وأنا معصب نص ساعة بعدين أرجع لطبيعتي أرجع لطبيعتي فأهرب على طول حلو دوري ما تلقاني رايد العنزة وش يا جماعة إذا نفست عصب بس يعطيك العافيه ثلاثه جابك انا يعني بس ثلاثه اي بس في اشياء قالت الان اسال سؤالي اسال بس ما سالتني واذا ما جاء ثلاثة انا افوز. طيب اوكي حار يغلي 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 ما عنده بيخلص كل شيء بسرعه يحب يشتغل كذا يشتغل يحب ينجز كل شيء بسرعه. كريم كرم مو طبيعي. كريم من وين؟ طيب بزياده طيب مره في طيبه دين بشكل مو طبيعي ما شاء الله تبارك الرحمن. الواحد ما يقدر يقول عن نفسه. طيب انا بحاول اقول الاشياء اللي فيني انا يعني اشوفها بنفسي ما ادري الناس كيف تشوفني. تمام اول شيء انا اذا مسكت شغله او انعطيت شيء لازم اخلصها واحب انجزها على اكمل وجه. واحد محافظ احب اكون يعني هذه الثانيه يعني سيده
يمين يسار السوالف اليمين يسار مره ما احبها وما احب الناس او مستحيل اخاوي ناس عندهم السوالف هذه. والله شو الاشياء اللي فيني انا؟ خفيف في شيء مره واضح يا احمد اني حار. يعطيك العافيه يعطيك العافيه. انا 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 اذا انا اذا بردت ما يحتاج دفع. وقف انوع نقطه. انا حار في حال ان الوقت عندي له ليمت، لكن اذا كان مفتوح وما عندي شيء وراي يلحقني مثلا وقتها الان لازم اخلص في شغله لان بعدها عندي شيء ثاني، هذه حراره. لكن اذا انا فاضي وعندي اجازه طيب بسم الله الرحمن الرحيم. حراره حراره خفيفه وحراره. طيب الحين من اللي فاز؟ ما ادري. شوف بنشوف بالمونتاج كويس، بنشوف المونتاج حلو. واللي خسران تراه بنتحكم في يومه مدة 24 ساعة. مقطع بينزل في قناة راي تم. سواء كان فزت أو خسرت. تم. يعطيكم العافية يا جماعة الخير، وكل عام وأنتم بخير ومع السلامة. السلام عليكم. شكرا للمشاهدة، اضغط على الصورة هنا بيدخلك المتجر، الحق على الهوديات والجلسيات الجديدة. شكرا.